واحد اللقاء لقاء علمي، فكنقترح عليك خلي هذا المده تدوز، الناس كلهم هنا احتراما لهم، بحال اللي بغيتي الناس يحترموا الكلمه ديالك، انت خاصك تحترمنا حتى حنا. حنا جينا لهنايا باش غادي نعملوا واحد اللقاء علمي، شاركنا في هذا اللقاء العلمي. امي غادي نستدي غادي تدوز على السيد الرئيس او السيده العامده وتناقشوا المشاكل. اما دابا شوف راه غادي يمكن لك تبقى تهضر حتى المشيه او حتى الغدا، حتى شي حد ما غادي يسمع لك شنو كتقول، وحتى شي واحد ما غادي يقول له الحل للكلام اللي كتقول. من احترام لك انا كنقول لك لو كنت مكانك غادي نلتزم الصمت ونخلي الامر الامور تدوز كما يلزم، احسن لك ما تبقى تهضر. اولا اسمح لي. شوف طيب يعني غادي نضرب، انا غادي نضرب، وانا ضيف ديالكم، انا ضيف. اذا كنتي هكا كتلقى ضيوف، هذه ليس من شيء من المغاربه وليس من شيء من تطوان.